شو هاد؟ شو هاد؟ ولا شي. شو هاد؟ وكأنك ما بتعرف. شو ما بعرف؟ شو هو؟ شي حلو؟ ليش بعدت لي اياهم؟ والله انا ما بعدت لك شي. قولين طلعي فيني، عندك معجب سري وما بعرف. قوليش قولين. نعم. انت ما بصير تعمل مثل هالقصص، نحن قاعدين بالشغل. الاستاذ فرمان شو رح يقول اذا شافها؟ طيب حبيت اشتري شال سلطاني لسلطانتي، شو صار؟ ما صار شي، وكأنه الأستاذ فرمان ما بيشتري شي لحبيبته. سكوت، إجا حدا. إيه إجا. خلاص خلي الكل يعرف. تفضل. صباح الخير، أنا مفتش وزارة الصحة سليم خير علي. تفضل. الأستاذ عادل إجا؟ إجت هي الشكوى من يومين، فولكان قطب. حبيبتي انصابت بسبب علي وفى، ودخلوا الدكتور المصاب بالتوحد على العملية وكأنه ما صار شيء. أنا وحبيبتي عشنا بصدمة كتير كبيرة. أنا ما حطيت هاي الشكوى قيد الإجراء لأنه هو ماله من العائلة، وقلت لازم تعرف بالشكوى. بتشكرك يا سليم، تسلم. بس هو إذا قنع العائلة هالشي رح يوصل للنيابة، وأنا ما بعرف إذا بيطلع منا شيء، بس الدكتور رح يجي على راسه. شكرا لك سليم، انا رح اهتم بهي القصه، بس لو سمحت خلي هالقصه يلي صارت هون. طبعا والا انا ليش اجيت لعندك؟ ما تاكل هم، وهلا انا عن اذنك. ولو اذنك معك. ها تعالي بليز. عفوا. استاذ شفت هالمصيبة؟ خلص بكفي، ما عاد بدي اشوف اي مصيبة جديدة اليوم. معلش انا كتير اسفة، بس لازم تشوفها. شو هاليوم؟ يوم هاد وزعوها على كل المشفى، وقلت لقولين تشيلها قبل ما يشوفها حدا. شو هاد؟ تخلص قصة بتجي قصة وراها. شو عم يصير معنا اليوم؟ عفوا. لا ما في شي مهم، منيح اللي عملتي هيك. بتمنى ما يكون شافة علي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.